بشأن الاقتصاد النسوي وكذلك بعض القضايا ذات التركيز الأساسي. نأمل أن تكون هذه الأدوات مفيدة بالنسبة لمن يعمل على تقويم التحديات في منطقة الميناء وإيجاد خطط مناسبة للنظر في الأسباب الجذرية من منظور نسوي كما نفعل في معظم الملفات في الرابطة. يسرنا أن تكون معنا اليوم دكتورة ريما ماجد، وهي بروفيسورة شريكة في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت، قامت في بحث بشأن مواطن الإجحاف الاجتماعي، النزاعات الطائفية والعنف، وركزت على الأسباب الكامنة في الظروف الاقتصادية المأساوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيف يمكن معالجة ذلك من منظور الاقتصاد النسوي في هذه المنطقة. شكرا لك ريما، ونحن مسرورون لتكوني معنا. نود أن نرحب كذلك برشا عبيد، وهي مديرة برنامج ما بعد التعافي على مستوى مبادرة مسار السلام التي نعمل عليها مع الشركاء في اليمن الذين قاموا بعمل ممتاز في هذا السياق. رشا هي كذلك زميلة سائرة في مركز LCE وتقوم بأبحاث تركز فيها على الترويج للتحرير قائمة على البعد الجنساني في اليمن وتمكين المجتمعات المحلية عبر التثقيف التوعية والوصول إلى السوق. ستحدثنا عن السياق اليمني وبصورة خاصة على المستوى المجتمعي، ستحدثنا عن مساهمة المرأة في الاقتصاد وديناميكية الجنسين. أخيرا وليس آخرا، يسرنا أن تكون معنا زميلتي نايلة كوبك التي تدير عمل الرابطة على مستوى تطوير البدائل النسوية للاقتصاد السياسي الحالي في البلدان الغارقة حاليا في النساء والخارجة منهم. هي ناشطة من بوسنة والهرسك، إضافة إلى العمل الذي قامت به في مجال الاقتصاد السياسي النسوي قامت بترأس هذه المبادرات في البوسنة والهرسك، وهي من أكبر الشخصيات النسوية في مجال الاقتصاد السياسي، وستحدثنا عن الأطر المفهومية العامة لهذا الاقتصاد السياسي تطرح التحديات الأساسية فضلا عن نهج مناسب لمعالجة ذلك في أوقات النزاع وما بعد النزاع في مختلف المجتمعات والبلدان. من دون أي تأخير إضافية الكلمة إلى مادلين الأمينة العامة التي تبدأ ببعض المداخلات الاستهلالية. شكرا لانضمامكم إلينا. بلغ عدد المشاركين 71 مشاركا، وهذه مشاركة ممتازة. سأكون مقتضبة، لدينا مجموعة من المتحدثات الرائعات ويعرفنا عما يتحدثنا عنه. أنا التحقت متأخرة في هذه العقيدة، لنقل عقيدة الاقتصاد السياسي. ياتيك ألكرت كانت أول من أفادت بهذا الموضوع في تقريرها الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان عندما كانت مقررة خاصة، وعندما سمعت ما قالته تفاجأت. اعتبرت أن هناك الكثير من الأمور والملفات الهامة التي لابد من العمل عليها وهي محامية، لكن لابد وأن تبين التقاطع ما بين القانون والحقوق وعلم الاجتماع، وقد لاقت الدعم جانبي أخريات، لسيما مؤلفة كتاب المرأة والمبادرة أو المساهمة النسوية في الاقتصاد السياسي وكيف يمكن الانتقال من المستوى الصغري إلى المستوى الكلي، وفهم كذلك طرق التفكير بأبعاد مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن نفكك الهيكليات التي تسمح بتفكيك المنظومة الأبوية التي تعيق قدرتنا على المساهمة بصورة كاملة. لذلك أعتقد أن المسألة الأساسية التي تسمى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقد قمنا بعمل مماثل في أوكرانيا والكاميرون، وبالنسبة إليه هي طريقة ممتازة لكي نفهم كيف يدور العالم وماذا يجدر بنا أن نقوم به. أعطي الكلمة المتحدثات اللواتي سيفسرن لنا بشكل أفضل كيف يمكن أن نحقق ذلك. أطلع قدما الاستماع إليكن، تفضلوا. شكرا جزيلا لك مادلين. سأبدأ بالانتقال مباشرة إلى المتحدثات وأسأل هنا، ما هي أهمية الاقتصاد السياسي النسوي وما هو الفارق الذي قد يحدث ذلك في منطقتنا من منطلق السعي إلى فهم تداخل ذلك مع النزاعات ومفاعلها وعلى مستوى عملية التعافي؟ بتهل من هنا النظرة في الروابط ما بين الاقتصاد السياسي والمعامل الاجتماعية، ولنفهم الدور المركزي للاقتصاد ضمن مسارات السلام السياسية مع وجود أثر متميز على حياة الرجال والنساء من منطلق السلام النسوي. نالا، أود أن أبدأ بسؤال أطرحه عليك.
ما هو الاقتصاد السياسي النسوي وما الحاجة إليه في توجيه مسار السلام النسوي؟ شغلي الميكروفون لو سمحتي. شكرا لاستضافتي ومرحبا جميعا، يسرني أن أرى هذا الحضور الكثيف، ومرحبا ليلى وكل المشاركين، وشكرا لإشراكي في هذا النقاش. أنا مسرورا جدا لأني مشاركة فيه، وأمل أن تكون في حال جيد نظرا للظروف. نعرف أن الاقتصاد السياسي السائد هو رأسمالي ونيوليبرالي، يؤدي إلى الكثير من معدلات عدم المساواة في مجتمعاتنا، وهو من عقبات السلام الأساسية على مستوى بناء السلام وكذلك الحفاظ على هذا السلام من خلال التفاوض على السلام والسعي إلى مجتمعات حرة من الحروب والنزاعات. هذا تحديدا ما نريد أن نصب إليه. كيف نرتقي المساحات العامة وتوزيع الموارد واستخدامها بطريقة عادلة؟ وهل نريد أن تكون مجتمع مجتمعاتنا متمحورة حول العمل الذي يرتئيه كل منا للآخر، وكيف يتفاعل كل منا مع الآخر إلى آخره. بالتالي بالنسبة إلى النسويين، الأمر يتعلق بمبادئ المساواة، الإنصاف، العدالة إلى آخره. نرى أنها مبادئ جوهرية في مجتمعنا. إضافة إلى ذلك نرى أن الكثير من النسويات بدأنا يضيفنا مسألة الاستدامة البيئية واستدامة الكوكب كمبدأ جوهري. بالنسبة إلينا من الواضح أنه من دون انتقاد الاقتصاد السياسي العمومي بصورة واضحة والحديث عن البدائل النسوية، لا سبيل إلى التحول المستدام نحو السلام. الاقتصاد وطريقة تنظيمنا يتدفقان من الفكرة التي نحددها للمجتمع الذي نريد أن نعيش فيه. بالتالي هو نقاش مختلف عن ذاك النقاش الذي يتعلق بالسلام الذي يسعى إليه البعض حاليا. بالنسبة إلى رابطة ويلف وجهات أخرى معنية بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية، المسألة هي ليست مسألة خبرات، بل مسألة التجارب الجنسانية المتأصلة في ظروف النزاعات وما بعدها. نربط هنا بين السياسة والاقتصاد. قد يبدو الأمر منطقيا وهو كذلك، لكن عملية صنع القرار الاقتصادية وكل ما يجول ويحدث كذلك في المجتمع على المستوى السياسي أو الاقتصادي يميل إلى تحليلهم، أو إلى يميل البعض إلى تحليلهم على أنها مسارات مستقلة. وننظر إلى ذلك ونراه يصح بصورة خاصة في مسارات السلام، حيث أن الاقتصاد السياسي لا يكون مدمجا في مسارات السلام الرسمية، أو ليس بطريقة شفافة وضمن المساحات المتاحة لنا. وكما نرى هذه النقاشات إذا ما حدثت لا تحدث معنا وتكون حكرا على مجموعة من الخبراء، وهؤلاء الذين يمتلكون السلطة العسكرية أم يمكنهم الوصول إلى الموارد القيمة. إذا ما نظرنا إلى الوضع في سوريا، نرى أن البنك الدولي قد كان يعد لمرحلة ما بعد النزاع منذ فترة، واستمر في مسارات الحوار مع ما أسماه أطراف المجتمع الدولي. لا أرى إن كان يواصل الحوار المستمر مع الشعب السوري، على علم أنه سيكون الأكثر أهمية. لقد قام البنك الدولي بتقريب الشأن المضاد وبشأن تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية وكذلك آثار النزوح والتهجير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وقاموا بالبحوث، وهذا ليس بالأمر الجدلي. فمن الجيد أن يعد البنك الدولي العدة لما بعد النزاع، لكن السياسة الخاصة بالبنك الدولي ليس حيادية على المستوى الإيديولوجي. وإذا ما نظرنا إلى استراتيجية تقييم النزاعات والعنف، يمكننا أن نرى وجود اقتصاد سياسي نيوليبرالي واضح خلف هذه المقاربة. بالتالي كيف يعدون العدة للمرحلة أمر أساسي، وليس إذا ما كانوا يتحضرون لما بعد النزاع أم لا. نريد بالطبع أن يكون لنا أثر كبير، فنظرتنا للاقتصاد السياسي مختلفة عن نظرتهم. نتحدث عن سلام قائم على القيم النسوية، على التضامن، على الرعاية. هذه هي مصالحنا وهذه هي منطلقاتنا. البنك الدولي والصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، كما أن النخب الوطنية في بلداننا وتلك التي تواجه النزاعات في بلداننا تعمل على مصالح هي في مكان آخر تماما. بالتالي بالنسبة إلى تحليل الاقتصاد السياسي النسوي، كيف يساعدنا ذلك على تعزيز تجربتنا في النزاعات وفي وضع صورة للتحول ما بعد النزاع؟ نركز بصورة أساسية على السياسات الاقتصادية التي تأثرت نتيجة قطاعات عدة وتؤثر في حياة الناس، وندمج هنا بين الجانبين الكلي والجزئي وصولا إلى مستوى المجتمعات المحلية والأسر. وبالنسبة إلى النسويات،
المستوى الجزئي هام للغاية، فهنا تتبلور تفاصيل حياتنا. بالتالي السياسة أو الاقتصاد السياسي هذا يعتمد على مؤشرات محددة مرتبطة بمعدلات الصادرات والاستيراد، ولكن النهج النيوليبرالي ينظر في تأثير ذلك على حياة الناس. مثلا معدل التصدير والاستيراد لن يخبرني أي شيء بشأن معدلات الأجور أو الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، أو يخبرني ذلك القليل بشأن تأثير قطاع السلاح المتنامي في البوسنة على حياة النساء، لأن البوسنة مثلا تصدر الكثير من السلاح إلى أفغانستان، لكن على الأرجح معدلات التصدير والصادرات تبدو جيدة على الورق، لكنها لا تخبرنا أي شيء اجتماعي. ونحن كنسويات نعتمد على مجموعة من الأدوات التحليلية عندما نقوم بتحليل الاقتصاد السياسي النسوي، فنعرف كنسويات أن لا شيء يحدث في بطريقة حيادية من البعد الجنساني، لذلك البعد الجنساني هو أداة أساسية للتحليل، ونرى كيف أن البعد الجنساني يقدر ويحدد علاقاتنا الاجتماعية، وانطلاقا من ذلك نحدد المفاعيل الاجتماعية والاقتصادية التي تتمخض عن ذلك. ونضيف إلى هذا التحليل تجربة كل جنس في الحرب وكيف يؤثر ذلك في عملية صنع القرار. شن الحرب لا يزال ينظر إليه على أنه مسعى ذكوري، بالطبع لا مفاجأة في ذلك، ففي معظم البلدان حيث تدور مبادرات التعافي وإعادة الإعمار المنفعة الأكبر ستكون للرجل لا للمرأة. أداة تحليلية أساسية أخرى ترتبط بالنظر في هيكليات السلطة والأنظمة ذات الصلة، أن نرى من يمتلك السلطة ضمن المجتمع المحلي، ضمن هذا البلد، ضمن هذه الأسرة، وكيف حصل هؤلاء على السلطة، كيف يصونونها وبأي كلفة على الآخرين، وكيف أن هذه القضايا المرتبطة بالجندر والعرق والطبقة يتفاعلون بينهم. ننظر في مسألة توزيع الموارد والسلطة لنفهم كيف يحصل ذلك، ومن يتخذ القرارات، وعلى من أو من تنفع هذه القرارات. ويمكن كذلك أن ننظر في سياق النزاعات لنرى كيف أن تجارب الحرب تؤثر بصورة سلبية على قدرة النساء والرجال على الوصول إلى فرص العمل اللائقة، وكذلك كيف يؤثر ذلك على الوصول إلى حقوق ملكية الأراضي والمياه لدى التعافي من النساء. يمكننا أن نسلط الضوء على معدلات الإنفاق بين حالات تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. أخيرا وبدأ الوقت ينفد، مسألة أخيرة ترتبط بالأداة التحليلية المرتبطة بتقسيم فرص العمل بين الجنسين في الاقتصاد على المستوى الرسمي أو الاقتصاد النظامي وغير النظامي، لا سيما بالنسبة للوظائف التي تحدث على مستوى محلي على مستوى أسري، وتكون وظائف غير مرئية في الكثير من الأوقات وغير مأجورة. الأشخاص المهتمين بهذا الاقتصاد تركز النسويات العاملات على هذا الموضوع على مسألة المساواة بين الجنسين وكذلك تأثير القطاعين العام والخاص. ونرى كذلك أنه في سياق النزاعات توجد الكثير من الارتباطات التي لا بد وأن نراعيها، فبعض الأمور كانت تعتبر أنها ضمن الحيز الخاص وقد انتقلت للحيز العام والعكس صحيح، ويتبدل دور المرأة بين الحين والآخر بحسب ما يحتاجه المجتمع. بالتالي كل هذه الأمور لا بد من مراعاتها لكي نتمكن من توجيه عملية التحول بعد النزاعات. شكرا. شكرا جزيلا لك نايلة. هو أمر مثير جدا للاهتمام ما تقولينه، فيبدو أنه منطقي لا سيما بالنسبة للمساحات المساوية والمسائل التي لابد أن نسلط الضوء عليها وأن نقوم بتضمينها في تحليل النزاعات. وعرفنا التجربة نفسها عندما تحدثنا عن العدالة في سياق العمل أو في السياق الذي نعمل عليه، حيث بعد 7 أو 8 سنوات من انطلاق النزاع نجد منظمات مساوية وناشطات يقولون أنكم حتى الآن لم تحددوا الأثر السلبي على الجندر أو على النوع الاجتماعي، وما هي تجربة المرأة في بصورة الخاصة، وهل تغيب هذه المسألة بصورة كاملة في سنوات التحول ما بعد النساء؟ سأنتقل الآن إلى ريما. ريما، كتبت مؤخرا مدونة ممتازة بشأن تحليل الاقتصاد السياسي النسوي في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لما اعتبرت أن الأمر مطلوب وضروري في المنطقة، وما هي قيمته المضافة على النضال النسوي من أجل السلام؟ شكرا جزيلا لك ليلى، وشكرا لجميع الموجودات معنا في هذا الاجتماع بناء على مقالة بونيلا وبذكر هذه المدونات. وعندما كنت أبدأ بمدونتي بداية فكرت في إطلاق هذه المدونة لأننا عشنا عقودا من الجهود النظامية
والمنهجية لإقصاء القرارات التي تتخذ بشأن الاقتصاد عن حياتنا اليومية، وخصوصا في ظل السياسة وتقنيات السياسة في حياتنا اليومية، فإن النقاش بشأن الاقتصاد وما يحصل على مستوى الاقتصاد لطالما قيل لنا إنها معقدة جدا بحيث لا نفهمها، وبحيث تكون محصرا بالخبراء. عندما ندعو إلى اعتماد نهج يقوم على الاقتصاد السياسي النسوي، ندعو فعلا إلى إعادة هذا النقاش إلى محور عملنا وإلى جوهر عملنا كنسويات، وكذلك لكي نبسط الأمور، لأنها ليست بالعلوم النووية في الواقع. ما يحصل على مستوى الاقتصاد يحدث أثرا ملموسا على حياتنا اليومية، وكان ذلك واضحا جدا في خلال السنة الماضية. لقد كانت سنة استثنائية، ولكنني أعتقد أن جميع من يعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أدرك فعلا أن المرأة تتصدر هذا النضال، ولا أقول ذلك بمجرد إطلاق الشعارات، ولكن كان واضحا جدا أن دور المرأة وأيضا تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد أثرت إلى حد كبير على حياة المرأة، وقد دفعت بالمرأة إلى صدارة هذه الشهود. هذا ما رأيناه في عام 2018 وعام 2019 و2020، ولكن أيضا في الموجة الأولى من الجائحة التي عشناها في العام الماضي، وأيضا قد دفع ذلك بالمرأة إلى صدارة القرارات التي تتخذ بشأن العمالة والتوظيف، وقد كان ذلك مهما جدا لكي نبقى صامدين في ظل الجائحة والظروف الاقتصادية التي تأتت عنها. وبعد ذلك فإن العمال الضروريين هم من النساء، أي العمال في مجال التنظيف والتمريض والقبالة وما إلى هنالك، وكل هذه الخدمات أساسية جدا بالنسبة إلى مجتمعنا ولفترة طويلة جدا. إما كانت تلك الوظائف متدنية الأجور إلى حد كبير، أو أنها كانت وظائف لا تتقاضى أي أجور على الإطلاق. وانطلاقا من هاتين النقطتين، أود أن أقول أنه من المهم جدا أن نركز على هذا الموضوع. ثمة مجموعات نسوية في منطقتنا أصلا تركز على هذا الموضوع، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الجهود في هذا المجال. نحن بحاجة إلى مزيد من التحاليل على مستوى السياسات والاقتصادات النسوية، وكيف أن هذه القرارات تؤثر على حياة النساء، لأن هذه القرارات تحدث تداعيات كبيرة على حياة المرأة. أود أن أقول ختاما أن جوهر أو أن محور المرأة في هذا المجال يعتبر مهما جدا حول العالم، ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا بصورة أساسية. أولا لأن هذه المنطقة في العالم هي الأكثر انعداما للاستقرار على المستوى السياسي، وثمة تصاعد كبير في حدة النزاعات وأعمال العنف في هذه المنطقة. وثانيا لأن هذه المنطقة هي في العالم الأعلى مستوى من حيث انعدام المساواة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى فرص العمل ما بين الجنسين. وكذلك فإن الأرقام المثيرة للقلق التي رأيناها على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى النزاعات هي في الواقع أرقام مترابطة جدا، ومن المنطقي إذن أن نبدأ بالتفكير فيما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المرأة، وما الذي تعنيه فعلا هذه الأرقام. بالنظر سريعا إلى آخر التقارير التي صدرت عن هذه المنطقة، لاحظنا أن هذه المنطقة لديها 71% من العمال يعملون في القطاع غير النظامي، وهذا معدل كبير جدا. ومن أصل هذه النسبة لدينا 62% منهم هم من النساء. عندما نبدأ بالنظر إلى هذه الصورة الكلية أو العامة، نلاحظ أن تأثير هذه الأزمات على حياة النساء كان كبيرا جدا. ولكن إن ذهبنا إلى ما هو أبعد من هذه الأرقام، بإمكاننا أن نرى أن ذلك يؤثر بصورة عميقة جدا على حياة المرأة بصورة يومية. لقد رأينا ذلك في ظل الأزمة في لبنان، عندما انهار القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي، المرأة هي من دفع الثمن الأكبر لهذا الانهيار بصورة أساسية، لأنها من أكثر الفئات العمالية عرضة للاستغلال وعرضة للطرد والصرف غير المبرر، أو أن هذه المرأة يطلب منها أن تعمل لساعات أطول لكن بدون أي مقابل. وفيما يتعلق بالعاملات الأجنبيات المنزليات في لبنان،
لاحظنا أيضا في السنة الماضية تحركا أكبر لهذه المجموعات ليس فقط في لبنان بل أيضا في كل أنحاء هذه المنطقة. بإمكاننا أن ننظر إلى الأرقام الكلية وأن نلاحظ أهمية هذا الموضوع، أم بإمكاننا أن نلاحظ ما يحصل في البلدان المجاورة وفي المناطق المجاورة، وسوف نرى أن القصة هي نفسها تتكرر في كل مكان. لماذا نحن بحاجة إلى مقاربة الاقتصاد سياسيا سوي؟ بالتحديد لإقامة الروابط المنطقية ما بين هذه الأرقام والواقع الذي يسود حياتنا اليومية. إن بسطنا الموضوع ونظرنا إلى الروابط ما بين هذه الأرقام والواقع، يسهل علينا أن نفهم أن القرارات تتخذ خلف الأبواب الموصدة غالبا من قبل الرجال، بالرغم من أن هذه القرارات تؤثر أثرا كبيرا على حياة المرأة في كل مكان وفي هذه المنطقة تحديدا. وتتجذر هذه الأوجه لانعدام المساواة وهذه الحقائق المثيرة للقلق التي نعيشها في منطقتنا في تاريخ من الاستعمار عشناه على مر العصور، وقد أسفر ذلك الاستعمار عن نتائج سلبية جدا بالنسبة إلى المرأة، بحيث بإمكاننا أن نعود إلى الفترة الاستعمارية لكي نلاحظ من أين أتى قانون وضع المرأة الذي لا يزال يحرم المرأة من كثير من حقوقها اليوم، مثلا الحق في توريث الجنسية إلى الأولاد. يعود ذلك إلى السياق لا بل الإطار السياسي والقانوني الذي وضع في مطلع الحقبة الاستعمارية أي في مطلع القرن الماضي. وإن نظرنا إلى حقوق المرأة من حيث مثلا إمكانية الوصول إلى الصحة الإنجابية، بإمكاننا أن نلاحظ أن القوانين التي تتعلق بالإجهاض في هذه المنطقة أيضا قد قولبت في تلك الحقبة، حيث كانت القوى الاستعمارية في هذه المنطقة تشجع النهج الإنجابي وتحظر الإجهاض من أجل زيادة عدد السكان. وبقيت هذه القوانين قائمة حتى اليوم، ودافع عنها وأيدها ورسخها القادة السياسيون والدينيون في هذه المنطقة، ولهذا السبب وصلنا إلى هنا. ولكن يجب ألا يحول ذلك دون نظرنا إلى التطورات الأحدث في ظل النهج النيوليبرالي، وكذلك الدور الذي تطلع به المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي، والدفع باتجاه تدابير التقشف في المنطقة وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المرأة من حيث إمتاعها من خدمات الصحة الإنجابية والصحة الجنسية، وكذلك إمكانية انتفاعها من الخدمات الأكثر ضرورة وأساسية في هذه المنطقة. سأكتفي بهذا القدر، وسوف أدلي بملاحظات إضافية عندما نتحدث عن موضوع العنف ودور المرأة في سياقات النزاعات العنيفة. شكرا لك ريما، لقد اطلعت على المدونة التي أطلقتها وقد وجدت أنها غنية بالمعلومات المفيدة جدا، وخصوصا فيما يتعلق بإقامة هذه الروابط المنطقية. نحن نشعر بها ونراها فعلا، ولكن نلاحظ أننا بحاجة إلى مزيد من التوجيهات ومزيد من الإرشادات لكي نتمكن من تطبيق هذه الخلاصات بصورة عملية. رشا، لقد اطلعت على العمل الذي تقومين به والأبحاث التي تقومين بها في سياق Peace Track Initiative وكذلك تعزيز الحركات النسوية ودورها في هذا المجال. هل بإمكانك أن تتشاطري معنا بعض الملاحظات بالنسبة إلى الديناميكيات الإنسانية وكذلك إمكانيات المقاربة أو إمكانيات اعتماد مقاربة نسوية تجاه الفئات الأكثر قاعدية؟ شكرا لك ليلى، أود أن أشكر ويلف على تنظيم هذه الندوة المهمة جدا بشأن هذا الموضوع البالغ الأهمية. أود أن أتحدث عن تجربتي الشخصية على المستوى القاعدي، وسوف أتحدث عن القطاع الزراعي وكذلك عن موضوع العسكرة وتأثير العسكرة على مشاركة المرأة في المضمار العام. يجب أن نقول إن قطاع النفط يشكل 90% من عائدات الصادرات وكذلك عائدات الحكومة في هذه المنطقة، والتصدير الزراعي يأتي في المرتبة الثانية ويمثل 40% من مصدر الدخل للسكان، ولكن هذا القطاع لا يزال مهمشا. في اليمن لا يزال السكان بصورة أساسية يعملون في القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي يعول على عمل المرأة التي تمثل 60% من اليد العاملة في العمل الزراعي، وكذلك 90% في تربية المواشي و10% من الوظائف المأجورة.
ومعظم الأعمال التي تقوم بها المرأة تتركز في المستوى الدنيوي جدا، حيث تقوم المرأة بقطف المحاصيل وأعمال الحصاد، فيما أن الرجال هم الذين يشغلون الآلات الثقيلة وكذلك تربية الجمال على سبيل المثال، ووصول هذه المواشي وهذه المنتجات إلى الأسواق. وبالرغم من أن قطاع الزراعة في اليمن قد وصف بأنه القطاع الاقتصادي الأكثر أهمية من حيث مكافحة الفقر وكذلك قبل نشوب الحرب، إلا أن هذا القطاع أيضا مهم جدا للأمن الغذائي، ولكن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب يولي الأولوية القصوى للإصلاحات السياسية ويهمل إلى حد كبير هذا القطاع. وفقا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن 16 مليون يمني يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 50% منهم يعيشون في انعدام أمن حاد جدا. ثمة مناطق بدأت مثلا منذ عامين، وخصوصا في محيط العاصمة صنعاء، بدأت بإعادة الأعمار وبدأت بإعادة تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وهذه المناطق هي زراعية بصورة أساسية. كذلك فإن النزوح الداخلي بسبب النزاع قد سبب خسارة ل50% من القوى العاملة في القطاع الزراعي. كذلك فإن الائتلاف الذي تقوده السعودية قد شن هجمات جوية وغارات جوية مكثفة جدا على المناطق الزراعية، وقد حال ذلك دون وصول المزارعين والفلاحين إلى مصادر عيشهم وإلى الأراضي التي يعتشون منها. أما بالنسبة إلى تأثير ذلك على حياة المرأة، فيجب أن نتحدث عن تجارة الأسلحة التي أثرت بصورة سلبية جدا على المرأة. لقد كان اليمن يعيش في حالة من العسكرة الشديدة، أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعتاش من الأنشطة الزراعية، ولكن هناك نسبة كبيرة جدا من هذه العائلات التي اتجهت إلى تجارة السلاح من أجل ذر المداخيل. لطالما دقت المرأة ناقوس الخطر في هذه المناطق أمام المنظمات الدولية، ولكننا لم نرى أبدا أي جهد جدي لمكافحة تجارة السلاح ونزع السلاح من هذه المناطق. لسوء الحظ يتم الإتجار بالأسلحة على فيسبوك، وحتى تستخدم المدارس لتحويلها إلى مراكز عسكرية ومراكز التدريب العسكري والتدريب على الرماية. لقد نشبت نزاعات مسلحة في كل مكان في اليمن، وقد وصلت العسكرة إلى مناطق كانت تعتبر في السابق آمنة، وهناك المجموعات المسلحة التي تعد ميليشيات لم تكن في أي وقت مضى أقوى مما هي عليه اليوم، وهي قد تسلمت زمام السلطة وقد ارتكبت انتهاكات وتجاوزات كبيرة جدا بحق المرأة، وقد بلغت هذه التجاوزات وهذه الانتهاكات حدا خطيرا جدا لم نره منذ قبل. لقد استهدفت المرأة في منزلها وفي المدارس وفي السوق وفي الشارع وفي كل مكان. لسوء الحظ لم يعد هناك من احترام لقيمة الحياة البشرية وخصوصا للمرأة. بإمكاني أن أتشاطر معكم مزيدا من المعلومات بشأن أثر هذه الأوضاع على حياة المرأة. شكرا لك رشا. بالطبع بإمكاننا أن نقيم رابطا منطقيا ما بين هذه الأرقام التي تقدمت بها والعمل الذي نقوم به في بلدان مختلفة وكثيرة. بالطبع يؤثر هذا الوضع على المرأة، فالمرأة تتولى بمفردها معظم أعباء العمل غير المأجور ومن دون أي مقابل. وأشكرك أيضا على ذكرك موضوع العسكرة وتجارة السلاح وأثر ذلك وأثر العسكرة المتزايدة على المرأة. هناك رقم دائما فعلا، أو هناك واقعة دائما تصيبني بالخوف وبالرعب، خصوصا عندما نتحدث عن وجود أسلحة صغيرة وخفيفة في كل المنازل في اليمن. لسوء الحظ لقد تزايدت تجارة السلاح بنسبة 500% في السنوات الماضية، وهذا أمر خطير جدا.
أما الآن فأود أن ننتقل إلى مناقشة بعض الجوانب التي نراها دائما في منطقتنا، خصوصا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وأيضا التعافي بعد النزاعات وإعادة الأعمار. هذه المسائل مهمة جدا وجوهرية في سياق الحديث عن بناء السلام. في السنوات القليلة الماضية، فإن السياسات النيوليبرالية الرأسمالية لم تركز فقط على كيفية تغذية وتأجيج الصراعات والنزاعات وتأثيرها على حياة الناس، بل أيضا على موضوع الإفلات من العقاب وعدم المساءلة. وهذا أمر مهم جدا في حديثنا عن المساءلة وإعادة الأعمار والتعافي ما بعد النزاعات. أود أن أعود إلى ما ذكرته ريما عن التفكير أو الفكر الاستعماري، ليس فقط في قوانيننا بل أيضا في استجاباتنا للاحتياجات الإنسانية. لقد ورثنا نظاما استعماريا، ويبدو أن هذا النظام لا يزال مستمرا ولا يسعنا أن نتخلص منه. أود أن أوجه إليك سؤالا ريما، لقد قلت في مدونك في مدونتك أن المقاربة النسوية ليست بمفردها كافية لمعالجة هذه المشاكل في هذه المنطقة، بل علينا أن نطبق فعلا سياسات نسوية. هل بإمكانك أن تقولي لنا ما يعنيه ذلك على أرض الواقع؟ نعم، شكرا لك ليلى. ما قصدته هو أننا بحاجة إلى قراءة للروابط ما بين المقاربة القائمة على المساواة بين الجنسين، وهي مقاربة فعلا نسوية بصورة أساسية. نحن بحاجة إلى النظر ليس فقط إلى الأرقام، بل أيضا إلى الروابط التي هي قائمة ما بين تداعيات ذلك، وأيضا المجتمع بمختلف أطيافه ومجموعاته، ليس فقط النساء بل أيضا المثليين والأطفال وغير ذلك من الفئات الهشة في المجتمع. بصورة أساسية، إن العلاقات بين الجنسين هي علاقات قائمة على السلطة في بلداننا. لسوء الحظ، هناك مسألة أيضا هي مسألة العسكرة وتجارة السلاح، وكذلك السياقات ما بعد النزاع والحروب. بالنظر إلى الأرقام والإحصاءات، ولكن أيضا ترجمت هذه الأرقام والإحصاءات إلى وقائع وخلاصات بشأن حياتنا اليومية، إن نظرنا إلى تجارة الأسلحة في المنطقة، الأرقام فعلا مثيرة للقلق. سوف أعرض عليكم بعض الإحصاءات، لأنكم ستلاحظون أن البلدان نفسها والقوى الاستعمارية نفسها هي فعلا الجهات التي تبيع الأسلحة لتلك البلدان، هي السبب خلف كون هذه المنطقة الأقل سلاما حول العالم. وإن نظرنا إلى مصدر هذه الأسلحة وإلى الجيوب التي تصب فيها الأرباح من بيع هذه الأسلحة، نلاحظ أن البلدان الاستعمارية هي نفسها التي تبيع الأسلحة، وهي نفسها التي تقدم المساعدات الإنسانية الأكبر لقطاع المساعدات الإنسانية. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى الكوكب الذي نعيش فيه؟ بالطبع هذه ازدواجية مخيفة جدا. بالنسبة إلى الشرق الأوسط، 48%، أي تقريبا نصف الأسلحة التي تزود بها هذه المنطقة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، و17% من روسيا، و10% من فرنسا، و5% من المملكة المتحدة، و5% من ألمانيا أيضا. هذا إن نظرنا إلى إمدادات السلاح في هذه المنطقة. أما إن نظرنا إلى ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى بلداننا، ولماذا من المهم جدا أن ننظر إلى الجانب الاقتصادي السياسي لتجارة الأسلحة، نلاحظ أن 57% من إجمالي صادرات الأسلحة للمملكة المتحدة هي متجهة إلى الشرق الأوسط. في الواقع من الواضح أن الشرق الأوسط يشكل وجهة مهمة جدا لتجارة السلاح المملكة المتحدة، 54% لفرنسا و53% من عائدات تجارة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية هي عائدات تأتيها من الشرق الأوسط، و33% لروسيا و33% لألمانيا أيضا. ليست لدينا بيانات محددة بالنسبة إلى بلدان أخرى، ولكننا على دراية ويقين أن هذه البلدان تلعب دورا كبيرا جدا في نزاعات المنطقة، ومنها تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية والصين. وأيضا من زاوية إثنوغرافية ومن زاوية البيانات الإجمالية، نحن نعرف أن هذه البلدان أيضا ترسل الأسلحة لهذه المنطقة، ونعرف كذلك أن ذلك يؤثر على حياة المرأة والمجتمع بصورة عامة لجملة من الأسباب. أولا، إذا كانت الأسلحة تتدفق بكثرة إلى مجتمع محدد، فإن هذا المجتمع أكثر عرضة لممارسة أعمال العنف والعنف المنزلي ومختلف أنواع الجرائم. أما إن نظرنا إلى هذا الموضوع من زاوية ضحايا الحروب،
مثلا الرجال في الخنادق كانوا سابقا الأكثر عرضة لسقوطهم كضحايا للحرب، ولكن هذه النظرة تغيرت الآن. الآن بات الضحايا الأكثر عرضة المدنيين وأيضا النساء والأطفال بصورة أساسية، العزل. فالتداعيات غير المباشرة للحروب في سياق مثل سوريا وفي بلدان حيث تكون الأنظمة الدكتاتورية لا تزال صامدة فيها، نلاحظ أن المرأة بصورة أساسية تقع ضحية لهذه الأوضاع بسبب النشاط السياسي للأقارب الذكور أو حتى بسبب النشاط السياسي الخاص بهن. ولكن أيضا ثمة نساء خسرنا أيضا أقرباء لهن وأصبحنا هن المعيلات الأساسيات وبتنا يعانين من الوصم الاجتماعي الذي يحول دون استقلالها المالي ودون إيجادها وظائف لائقة. ولهذا السبب تدفع نساء كثيرات إلى اتخاذ قرارات لا يرغبن باتخاذها، مثلا الزواج والزواج القسري، أو أنهن يدفع بهن إلى صناعات وقطاعات خطيرة جدا، مثلا الإتجار بالبشر. وثمة نساء كثيرات لجأنا إلى قطاعات استغلالية مثل الدعارة على سبيل المثال، أو العمل المنزلي في حالات كثيرة يمكن أن يكون عملا استغلاليا، مثلا أن تعمل المرأة بدون أي مقابل. لهذا السبب يمكننا القول أن الحرب تلقي بتداعيات خطيرة جدا على حياة المرأة اليومية. وتوجد مسألة أخرى إن كنا أن نتعمق في أكثر في الخانة المتعلقة بالأسئلة، حيث أن البعض يعتبر أن المرأة ليست دوما ضحية في الحرب. لقد رأينا كيف أنه في راجافا قد عرفنا عددا كبيرا من النساء المقاتلات، فكما قلت في مستهل مداخلاتي، المرأة كانت أحيانا في مقدمة القتال، كانت في الصفوف الأمامية، ليست سالبة دوما بل كانت نشطة. وبالنسبة إلى النظر إلى مشاركة المرأة من المنظور النسوي، أعتقد أنها مسألة معقدة تتطلب مزيدا من التعمق. من جهة أخرى، واستجابة إلى سياق الحرب، نجد قطاعا إنسانيا عرف ازدهارا كبيرا خلال العقود الماضية، وهو يعيد إنتاج مواطن الإجحاف نفسها من منطلق استعماري ورأسمالي. نجد بالتالي مجموعة من المنظمات الدولية التي فتحت فروعا جديدة لها في المنطقة، ونرى كم أن الموظفين المحليين يكونون في أسفل الهرم ويتلقون أجورا أقل، فيما هم من يقوم بالعمل الميداني الأكثر خطورة، ومع ذلك لا يحصلون على فرص التقدم العملي نفسها كغيرهم من الموظفين الأجانب. نرى كذلك أمرا آخر، في العام الماضي قمت بدراسة أظهرت فيها كيف أن التمويل بدأ ينخفض بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان، من الأمور الأساسية التي أزيلت من رسم المساعدة أغراض النسائية، الغراض الحميمية، كانت مستهدفة بصورة أساسية. إذا الفوات الصحية قد سحبت من هذه الرسم، وهذا بالطبع يطرح أسئلة حول النهج المتبع وكيف أن النهج النسوي غائب عن هذه التدخلات. يمكننا أن نتحدث بإطالة عن هذا الموضوع وما الذي يعنيه، لكنه من الواضح يجدر بنا أن نعود إلى خفية الأمور وأن نعود إلى تاريخ الاستعماري، إلى النيوليبرالية، وما معنى هذا الأمر على المستوى الحالي، وكيف أن لكل هذه الأمور تداعيات واضحة جدا بالنسبة لحياة المرأة في المنطقة، فضلا عن أنها تداعيات تتطلب تعبئة طارئة إلى حد كبير. شكرا جزيلا لك ريما. يؤسفني ويحزنني أن أرى أن نصف البلدان التي ذكرتها هي بلدان موقعة على المعاهدات الدولية
ونفسيات دوليات قد عملنا طوال فترة طويلة لتفعيل هذه الاتفاقيات والمساهمة في الحد من مفاعيل التجارة بالأسلحة والمفاعيل السلبية بالطبع. سأنتقل إلى رشا من جديد. رشا، بناء على تجربتك وملاحظاتك، هل أخبرتينا عن أثر هذه التدخلات النيوليبرالية الجديدة التي يغيب عنها الأثر النسوي، وما أثر ذلك عليك كشخص يعيش في اليمن، وكيف تمكن النساء المحليات من مواجهة هذا الأثر؟ شكرا لك ليلى. اليمن يحصل على مساعدات إنسانية حتى قبل انطلاق الحرب، وبالطبع هي مفيدة، لكن الاعتماد المفرط على المساعدة والتعافي الاقتصادي المكلف قد يطيل من مرحلة التعافي ويؤشرها. بالنسبة إلى اليمن، النظرة إلى الاقتصاد لابد وأن تتغير، ويجب أن نحرص على العمل على الطرفين، العمل على تطوير الاقتصاد وعلى توجيه التدخلات الإنسانية. في اليمن المجالات التي تظهر أسوأ الأوضاع الإنسانية قد تعاظمت بعد الحرب، وهي المناطق التي يتأتى منها المقاتلون، وهي مناطق زراعية للأسف. كان من الممكن التعامل مع هذا الأمر بطريقة مختلفة لو كان هناك قرارات دولية بالنسبة إلى ما تحتاجه اليمن. اليمن لا توصف من جانب الأمم المتحدة على أنها أزمة إنسانية أو حرب مدنية أو حرب أهلية، بل هي الأزمة الإنسانية الأسوأ. لذلك لابد أن نضيء على أن التدخلات الإنسانية في اليمن تركز فقط على المسائل الإنسانية، وهي مسألة تتحدث عنها المجتمعات المحلية وغيرها، مفادها أن المرأة تحتل مكانة متأخرة، لكن لابد وأن نعمل على تلبية الحاجات الإنسانية. والأمر بات يزداد سوءا، لكن الواقع هو أننا نعرف أن كل هذه المساعدات التي تبقى في السياق الإنساني لا تفضي إلى نتيجة ملموسة. قبل النزاع كذلك نحو نصف السكان كانوا أساسا يعيشون في حالة حيث كانوا دون خط الفقر بأقل من دولار ونصف في اليوم. وقد خسر كثر سبل العيش، كما أن الكثير من الأشخاص لم يتمكنوا من أن يحصلوا قوتهم اليومي، وهذه الظروف قد ساءت أكثر فأكثر. كما كانت المرأة متأثرة بشكل خاص من ظاهرة تطويع وتجنيد الأطفال. شكرا، شكرا لإطلاعنا على هذه الأفكار، ونعرف أن عملا كبيرا قد قامت به منظمات مثل PTI ومنظمات مجتمعية أخرى في إطار السعي لمواجهة هذه الظروف المتأزمة. لذا شكرا لأنك سلطت الضوء على هذه الواقعة. سأوجه السؤال الآن إلى نيلا لأتحدث معها عن مفاعيل السياسة النيوليبرالية ومسألة إعادة الإعمار. في الواقع لدى السعي إلى تحولي من حالة النزاع إلى سلام، فإن السياسات التي تروج لها المؤسسات المالية الدولية وغيرها كذلك من الأطراف الجيوسياسية التي تطلق مزاعم خاصة بها في بلداننا من دون أن تتخلى عن أجندتها النيوليبرالية لمجرد أنها تواجه حالة من الفقر أو العنف، حيث أن هذه الجهات تعتمد
في تحديد فكرتها حول تعافي حول فكرة النمو. إضافة إلى ذلك، يسود افتراض بأن البيئة الأفضل للسلام هي بيئة السوق الحر. ومن الواضح أن نفهم ذلك عندما نقرأ وثائق البنك الدولي، حيث أن المسألة مذكورة بصورة واضحة. البيئة تكون مبنية بصورة الأفضل ضمن السوق الحر. بالتالي عندما نتحدث عن مفاعيل السياسات النيوليبرالية، فلا بد من مراعاة الوضع في السوق لكي نفهم الأثر الكامل وما الذي يعنيه ذلك. عندما نتحدث عن سوق حر، عادة تحرير السوق إذا ما نظرنا إلى السياسات الكامنة يعني تخليص السوق من الأنظمة واللوائح القوانين التي تحمي العمال، وفتح مساحات عادة تكون ضمن الحيز العام للتدخلات الخاصة، مثلا خصخصة قطاعات مختلفة أو عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو من مظاهر الخصخصة المنتشرة حاليا. كما أن التحول إلى سوق حر يعني التخلص من أي قوانين مرتبطة بحماية البيئة أو عدم تمرير أي قوانين من هذا النوع. بالتالي الافتراض يفيد بأنه من خلال تحرير الأسواق من اللوائح والأنظمة، يمكن للبلدان من أن تستثمر أو أن تجتذب الاستثمارات الأجنبية التي تؤدي إلى نمو اقتصادي. بالتالي الاستثمار الأجنبي يعني كذلك الوصول إلى عملات أجنبية، وهذا أمر هام بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، لأن الحصول على أموال بعملة أجنبية يعني أن البلد سيكون قادرا على إعادة سداد ديونه وديون القروض التي حصل عليها لإعادة تنشيط اقتصاده. لذلك هنا أيضا نجد دوافع خلفية من جانب هذه المؤسسات الدولية. البعض في البلدان الذين أو التي تتعافى من الحبس سيستفيدون من هذه الحالة، لكن الأكثرية لن يستفيدوا في بلدي مثلا. هؤلاء الذين استفادوا من هذا النهج وهؤلاء وهذه السياسات هي النخب السياسية التي أغرقتنا بداية في الحرب، ثم خلال الحرب استفادت مما يحدث وبالطبع هذه الافتراضات تبين حقيقة السياسات الاقتصادية. إذن على رأس الأجندة أو قائمة العمل نرى مساعي الخصخصة، وهذه الموارد بالطبع تؤدي إلى إفراغ الموازنة العامة، وبذلك تكون الاستثمارات في البنى التحتية الاجتماعية غائبة. لا يسعني إلا أن أؤكد على أهمية البنى التحتية الاجتماعية والقطاع العام بالنسبة إلى الشعب الخارج من نزاع، لا سيما النساء. فمن جهة القطاع العام لا سيما الرعاية الصحية والتعليم، كما مؤسسات عامة أخرى معروفة على أنها من الجهات الأكثر توظيفا للنساء. وفي الوقت عينه في القطاع العام، في حال وجود التخطيط والتمويل المناسبين، فهذا يولد بيئة تسمح للمرأة بالانخراط في المساحات العامة. مثلا إيجاد وظيفة للمرأة يعتمد بصورة كبيرة على الوصول إلى الرعاية الصحية ورعاية الأطفال المماسسة، فيسمح لذلك بالمرأة من أن تشارك في الحياة السياسية، وهذا يتطلب بحد ذاته وجود شبكة داعمة يمكن أن تخفف عن المرأة بعضا من عبئها. لكن لتتمكن المرأة من طلب العدالة والوصول إلى المحاكم عندما تكون ضحية أو معرضة لانتهاك ما، فهذا يتطلب نظام دعم لا يمكن أن يكون مضمون عبر السياقات المحلية. وبالنسبة إلى التقديرات الخاصة بحاجات عدد الأعمار في سوريا، أتحدث هنا عن خسائر بمليارات الدولارات على مستوى قطاع العقارات وقطاع الخدمات الصناعية وقطاع الخدمات والقطاع العام. نتحدث عن ملايين السوريين الذين سيتطلبون الرعاية الصحية وبنى تحتية للحصول على خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي إلى آخره. وهنا لا يسعنا فعلا أن نفكر بشكل كاف في تلبية هذه الحاجات بما يكفل المردود. نتحدث بشكل أساسي عن تلبية حاجات الناس ليتمكنوا في وقت لاحق من أن يكونوا أصحاء وأن يتعافوا بقدر المستطاع، ولكي يتمكنوا من المشاركة في الاقتصاد بطريقة يكون فيها أصحاب قرار وليس مجرد موارد مزخرة لهذا الاقتصاد. شكرا. أنا متأكدة من الكثير من السويات في المنطقة
يتوافقن مع ما تقولينه، لاسيما بالنسبة إلى كيفية العمل على تذليل هذه العقبات مع ندرة الموارد المتاحة. هل لديكم أي مقترح في هذا الصدد؟ لقد طرحنا مسائل كبرى، لكن معالجتها أساسية، وعلى الرغم من الفروقات والاختلافات، أعتقد أنه من الممكن أن نرصد بعض أوجه الشباب، وأن تعثر علينا رصد ومعالجة كل القضايا المختلفة التي أثرناها في وقت سابق. فبعض المسائل، وهذا رأيي، عندما ننظر إلى طبيعة النزاع، بعض المسائل تحصل على الأولوية أقله لكي نفهم ما هي الاستثمارات الملائمة. مثلا، لا يمكنني أن أتحدث بما يكفي عن أهمية الرعاية الصحية عندما أتحدث عن بلدان خارجة من النزاع. لا شك في أنها ستكون في مواجهة حاجات ملحة على مستوى الرعاية الصحية، ولا بد من أن تكون هذه الخدمات الصحية متاحة منخفضة الكلفة، وليس متاحة فقط لمن يتمكن من تحمل كلفتها. بالتالي لا بد من أن نرى كيف يمكن توشيع الاستثمارات، وكيف هذه الاستثمارات ستبدو لكي تكون متاحة للجميع. إضافة إلى ذلك، يمكننا أن نفهم من هذا الأمر أنه بالنسبة إلى قطاع الرعاية الصحية أن يعمل، لابد أن يعتمد على قطاع عام بموارد قيمة بإمكانه أن يغطي الحاجات المذكورة. وكما ذكرت ديما في وقت سابق، القطاع العام جيد والرعاية الصحية جيدة أساسية في كل مكان، وهي مسألة حياة أو موت. فالناس عندما يخرجون من النزاع يواجهون صدمة حقيقية، ولا يمكنهم أن يتكبدوا كلفة الرعاية الصحية. لذلك نعيد التأكيد على أهمية هذا الأمر. إذا ما أمكننا أن نركز على القطاعات كافة، فعسنا نركز على هذا القطاع أقله، لأنه سيؤثر في حياة المرأة، سيفاقم من عبئها، فالمرأة مصابة بالصدمة كغيرها، ولن تكون قادرة على الاهتمام بالآخرين. وهؤلاء الذين لا يحصلون على علاج ملائم سيرددون الصدمات النفسية. أتحدث إليكم من منطلق تجربتي البوسنة، وبعد سنوات من التعافي رأينا أن الصدمات التي لم تعالج بطريقة صحيحة برزت لاحقا في قطاعات وفي حالات ما كنا لنتخيلها سابقا. بالتالي الرعاية الصحية هي الأساس، ولا بد لنا أن نفهم ما هي الاستثمارات الملائمة في هذا المجال، ولا بد وأن نوفرها بطريقة منهجية وملائمة. أود كذلك أن أضيف أن الأمر لا يمكن أن يترك للمنظمات غير الحكومية لتقوم بحمل هذا العبء. الكثير من هذه المنظمات تقوم بتوفير الدعم الصحي ودعم من نوع آخر في أوقات النزاعات والحرب، لأن الدولة غائبة ونقوم بملء هذه الفجوة. لكن التعافي ما بعد الأزمات لابد وأن يحصل عبر القطاع العام. مسألة أخرى أساسية لابد أن نفهمها هي مسألة التعويض، وهذه مسألة بديهية. التعويضات لابد وأن تكون مؤمنة ومضمونة بأسرع وقت ممكن، وأن يتم التخطيط لذلك وفقا لتحليل جندري مراع، وأن تحصل المسألة بطريقة شاملة. فالأمر لا يتعلق بأفراد يتعافون من نزاع، بل كذلك هو النسيج الاجتماعي الذي يتعافى. ولابد وأن نرى كيف عسانا نعوض على الأفراد، ولكن كذلك ماذا يعني أن نعوض على المجتمع ككل. هل يوجد رابط بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بصورة عامة ومسألة التعويض بصورة خاصة، وكيف نعالج هذا التداخل بين الأمرين؟ بالطبع، بالنسبة إلى قائمة الأولويات، هي قائمة تطول، لن أسعى إلى ذكر كل ما فيها، لكن أؤكد من جديد على أهمية القطاع النظامي. ودينا قد تحدثت عن أهمية مشاركة المرأة في هذا القطاع، والنهج العمومي الحالي لا يتعلق في الاستثمار في الاقتصاد غير النظامي لإعادة هؤلاء إلى الاقتصاد النظامي فحسب. عندما عدنا إلى تحليل المنظمات المالية الدولية، نشر وكأنها ترغب بمعاقبة هؤلاء الأشخاص. رأيت تعليقا وصلنا عبر بريدنا الإلكتروني من العراق يفيد بأن الكثير من هؤلاء العاملين في الاقتصاد غير النظامي، لأنهم لا يمكنهم أن يتحملوا كلفة التحول للقطاع النظامي وتشريع مؤسساتهم نظرا لارتفاع الضرائب. نود أن نفهم لما المرأة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، ما هي التحديات الإضافية التي تفرض على المرأة من خلال العمل في القطاع غير النظامي؟ فالكثير من النساء والمهمشين الذين يعملون في القطاع غير النظامي لن يحصلوا على فرصة التقاعد، ومعظمهم على الأرجح لا يتمتعون برعاية صحية كثيرة. هي التحديات التي لابد من معالجتها برأيي. شكرا لك نيلا، وشكرا لأنك ذكرت موضوع التعويض وجبر الأضرار، ليس فقط في سوريا بل أيضا في كل من
بلدان هذه المنطقة من منظور نسوي ومن منظور يقوم على المساواة، على المساواة وعلى المساءلة، وذلك أيضا مهم جدا لكي نقوم بإعادة الأعمار، وأيضا لكي نحفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط للمتضررين بل أيضا لكل من هم في المجتمع، وكيف بإمكاننا أن نضمن حقوق المرأة والمقاربة النسوية التي نصل إليها مع أخذ كل هذه المواضيع بعين الاعتبار. أنا أشجع جميع من ينصت إلينا على الاستفادة من خيار طرح الأسئلة، سواء كان ذلك على فيسبوك أو هنا في هذا الاجتماع. لدينا ثلث ساعة متبقية، وسوف ننتقل إلى موضوع يقوم على المعلومات المعمقة الممتازة التي قدمها كل من المتحدثات فيما يتعلق بهذا الموضوع، والآن سننتقل إلى ترجمة هذه الملاحظات وهذه المعلومات إلى توصيات وإلى حلول عملية. سوف أطرح سؤالاً على جميع المتحدثات، ما هي التدابير الملموسة التي نحتاج إليها؟ وهل ينصح مثلاً بإعادة توجيه الأموال مثلاً والمساعدات إلى مواضيع معينة؟ وكيف بإمكاننا أن نستفيد من مساعدات المنظمة الدولية؟ وكيف بإمكاننا أن نؤثر على دوائر صنع القرارات، خصوصاً وأن المجتمعات المحلية لا تُسأل أبداً عن رأيها عند صناعة السياسات والقرارات التي تؤثر على حياتها؟ أنا مهتمة بالاستماع إلى آرائكن بشأن هذا الموضوع. ريما، هل تودين أن تبدأي؟ طبعاً السؤال صعب، فما نصب إليه يتخطى حدود التوصيات والتدابير المحددة. نحن نصب إلى تغيير هيكلي. أود أن أتحدث عن سياق لم نتطرق إليه اليوم، وهو سياق الاحتلال. في بعض الأحيان يكون الحل من خلال إعادة توجيه الأموال، ولكن في أحيان أخرى يكون الحل من خلال ممارسة الضغوط. في المنطقة لدينا بلدان لا ترزح تحت ثقل الاحتلال والأنظمة السلطوية، وكذلك الأنظمة الاستعمارية، وكذلك لدينا أنظمة مافيوية مثل لبنان والعراق. وفي السياق الفلسطيني هناك سلطة الاحتلال. ما بإمكاننا أن نفعله؟ بالرغم من أنه من الصعب جدا أن نحدد ما هو الحل، لأننا بحاجة إلى تغييرات معمقة جدا وهيكلية جدا. نحن بحاجة إلى تحمل مسؤوليتنا، ومسؤوليتنا تكمن في النقاش الواضح بشأن المواضيع التي علينا أن نركز عليها. سأقسم المواضيع إلى فئات ثلاثة أو أربعة. أولا، التفكير في السياق لمرحلة ما بعد الحرب. من المهم جدا مثل ما قلت أن نسلط الضوء على هذا الموضوع، ما أن نفهم الاقتصاد السياسي مثلا في مجال تجارة السلاح على سبيل المثال. سيكون من الأسهل بالنسبة إلينا أن نحشد الجهود ونعبئ الموارد لمواجهة بعض الصفقات أو مواجهة كيفية سير الأمور. وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى مثلا، أعتقد أن عمل الصحفيين الاستقصائيين وكذلك الناشطين على أرض الواقع مهم جدا من خلال دعم هذه المبادرات، وحتى بصورة غير مباشرة من خلال مساعدتنا ودعمنا للصحفيين. نحن بهذه الطريقة ندعم المقاربة التي تروج للاقتصاد النسوي السياسي. علينا أن نفهم بصورة أفضل الديناميكيات التي يعمل بها الاقتصاد الاستعماري الجديد والنيو ليبرالي، وكذلك ما هي الأجندات الكامنة خلفه. هذا مهم جدا، ولكن على المستوى السياسي هناك دعوة إلى التضامن والتآزر ما بين مختلف المجموعات النسوية العابرة للحدود. البلدان الغربية هي التي تستفيد من التجارة، تجارة السلاح، وعلينا ممارسة الضغوط على المكلفين ضريبيا ودافعي الضرائب لكي هم يتصدوا لهذه القرارات الحكومية التي تتخذ من أجل التجارة بالسلاح، وكذلك من خلال إنشاء مجموعات نسوية عابرة للحدود. وكذلك في المملكة المتحدة في بعض الأحيان بإمكاننا أن نمارس الضغوط من أجل مساعدة المرأة
في جهودها هذه في المنطقة. هناك أيضا مستوى آخر علينا أن نحشد فيه الجهود، وهو مجال العمل، سواء كان ذلك من خلال الاحتكام إلى المنظمات الدولية التي تعنى بموضوع العمل والنقابات المحلية العمالية، وكذلك التجمعات النسوية. علينا أن نفكر في هذا الموضوع بطريقة متكيفة مع الواقع السائد الراهن، كذلك من خلال تنظيم العمل وتنظيم القطاع غير النظامي، وأيضا التفكير بالعمل وبالتوظيف ليس فقط مقتصرا على هذا الموضوع، بل بإمكاننا أيضا أن نربط ما بين هذا الجهد وجهد المنظمات الدولية الأخرى في بلد مثل لبنان على سبيل المثال، وفي فلسطين أيضا على ما أظن. هناك قطاع المساعدات الإنسانية الذي يعتبر الموظف الأكبر لليد العاملة، والعمال الوطنيون الذين يعملون في هذين القطاعين أو في هذا القطاع يفكرون في أنفسهم كما لو أنهم يعملون في جمعية خيرية أو أنهم يعاملون على هذا الأساس. يجب على هؤلاء الناس أيضا أن يعتبروا أنفسهم عمالا بصفة كاملة، وذلك يساعدنا على سد البون الفاصل ما بين المنظمات الدولية والقطاع الإنساني أو قطاع المساعدات الإنسانية. نظرا لأنهم يشكلون أصحاب المصلحة الأساسيون في المنطقة، وذلك لغياب فرص عمل في قطاعات أخرى. أما مجال العمل الثالث فيرتبط بالتغيرات الاجتماعية السياسية، حيث تطرأ تغييرات عميقة في المنطقة على صعيد هيكلية الأسر وأدوار الجنسين، كلها تتبدل مع ارتفاع عديد اللاجئين. ونشهد كذلك على الكثير من التقارير والوقائع الميدانية التي تفيد بأن أدوار المرأة تتبدل في الأسرة، وكيف أنه يسهل أحيانا على المرأة أن تعمل وأحيانا يكون من الصعب عليها نظرا لمواجهة عداوة الرجال. كلها تبدلات جذرية تطرأ على مجتمعاتنا، ولا بد كذلك من أن نراعيها بالاقتران مع الحملات التي تطلق بهدف إحداث تغيير قانوني واجتماعي على صعيد الثقافة السائدة. والنقطة الأخيرة أو النظرية الأخيرة التي أعتقد أنها مهمة بالنسبة إلينا هي أن نفكر في خطط عمل تربط ما بين مسألة الاقتصاد النسوي السياسي بمسألة البيئة، وخصوصا في منطقتنا. ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المرأة في منطقتنا أن تصارع وتناضل في مجال العمل البيئي أيضا أمر مهم جدا، وهذا ما رأيناه في حملات نظمت حول مواضيع مختلفة، مثلا موضوع السدود في لبنان التي توقفت في نهاية المطاف، ولكن هذا المشروع كان مشروعا مدعوما من البنك الدولي وكان سيؤثر على مصدر عيش مختلف الفئات السكانية في المنطقة، ولكن بصورة أساسية الفئة النسائية. ونتحدث أيضا هنا عن المرأة في المناطق الريفية والمرأة التي تعمل في القطاع الزراعي، ولا يقتصر تركيزنا على المرأة التي تعيش في المدن. علينا لذلك أن نربط ما بين النشاط البيئي والنشاط النسوي. شكرا جزيلا لك ريما رشا. أود أن أثني على ما قالته ريما لأنها ركزت على كل المواضيع وتحدثت عن موضوع إعادة الهيكلة، وبالنسبة إلى موضوع البيئة والربط ما بين العمل النسوي والعمل البيئي والمرأة في الزراعة، هذا أمر مهم جدا علينا أن نتطرق إليه في المستقبل، وكذلك التغير المناخي. سوف أعطيكم فكرتين عمليتين للوقت الحالي بإمكاننا أن نعتبرهما خطوتين طارئتين. بالنسبة إلى المرأة، المشاركة المتساوية والفعالية حاجة ضرورية وملحة خصوصا في اليمن. على سبيل المثال، لازلنا نفتقر في اليمن إلى ضغط دولي من جانب المبعوث الأممي على مختلف الفئات المتناحرة والمتفاوضة
والمتحاورة والمتنازعة، هناك غياب للضغط الدولي على تلك الفئات وعلى تلك المجموعات لإشراك المرأة، ولهذا السبب لم تشارك المرأة بصورة طبيعية وبصورة صحيحة في الحكومة الأخيرة، ولم تكن المرأة مؤثرة أبداً. إقصاء المرأة كان فعلاً صدمة تاريخية بالنسبة إلينا، لأننا في السابق كنا نشارك في الحكومات والبرلمانات السابقة، ولكن بناء على نتائج الحوار الوطني الذي نظم في عام 2013 تم اتخاذ قرار بإشراك المرأة بنسبة 30% في كل السياقات السياسية، ولكن لطالما سئلنا أين هي المرأة؟ كما قالت ريما، المرأة فعلا تتصدر الجهود، وهي التي كانت تحارب جائحة كوفيد-19، وهي التي كانت تقوم بأعمال الوساطة ما بين مختلف القبائل المتناحرة، هي التي تقوم بدور الراعية والمغذية والمربية، وحتى في خلال الحرب قامت المرأة بعلاج الكثير من المشاكل التي فشل النظام في علاجها. ولكن عندما تأتي المسألة إلى موضوع مشاركة المرأة، نسأل أين هي المرأة؟ بالعودة إلى القطاع الزراعي، قمنا بمسح ل 250 امرأة تعمل في قطاع الزراعة، وخصوصا في زراعة البن، وذلك لأن القهوة تمثل أكثر المحاصيل تصديرا في اليمن. وبإمكاننا أن ننظر إلى هذا القطاع كمثال على سيطرة الرجل بصورة أساسية على هذا القطاع، وعلى عمل المرأة التي توظف بدون أي مقابل وتعمل بلا أي أجر في هذا القطاع. سألنا هؤلاء النساء عن التحديات التي تواجههن أو التي يواجهنها، وكذلك عن الحلول التي يريدنها. لقد قالت نسبة كبيرة من تلك النساء إنهن لم يحصلن على أي تدريب، وإنهن يعملن بصورة أساسية في الميدان، وإنهن يريدن أن يخضعن للتدريب، ولكن التدريب يبقى حكرا على الرجال، وأن الرجال لا يسمحون لهن بحضور التدريبات، وبأن المرأة يقتصر عملها على المزرعة وعلى الأعمال الميدانية. قالت الأكثرية إنهن يريدن أن يعرفن من هي الجهات الأساسية التي تسيطر على الأسواق، لأنهن لا يحصلن على أي فرصة للتدريب، وإن غياب التدريب فعلا يعني غيابا للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تساهم في تمكين المرأة. شكرا، شكرا لك يا رشا، أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أثني على الجهود الأساسية التي تبذلها منظمة بي تي آي والمنظمات اليمنية الأخرى، وخصوصا شبكة التضامن النسائية في اليمن، وخصوصا منذ بداية الأزمة الإنسانية وبداية النزاع، وكذلك الجهود التي لم تتوقف، وخصوصا مؤخرا لجهة شن حملة ضد إقصاء المرأة عن الحكومة، ونحن على ثقة بأن هذه الحملة سوف تأتي بثمارها بالرغم من صعوبة وشدة الظروف التي يخوضها اليمن حاليا. شكرا لك رشا على ذكرك هذه المسألة. نلا تفضل. أعتقد أن معظم النقاط التي أردت أن أتطرق إليها قد سبق أن غطيت بالمدخلات التي سبقتني، ولكن بصورة أساسية من الصعب جدا أن نتحدث عن حلول محددة وسياقات محددة، ولكن في معظم الأحيان نحن نعمل في سياقات خطيرة جدا والمخاطر كبيرة جدا، ولكن دائما هناك بعض المداخل ولو كانت ضئيلة التي بإمكاننا أن نستفيد منها. أعتقد أن مسألة الجهات المانحة لقد تحدثت عنها ريما ورشا بالنسبة إلى أجندات الجهات المانحة النيو استعمارية، وقد واجهنا المشكلة لمدة 25 عاما في البوسنة، ولكن بصورة أساسية الجهة المانحة هي المجموعة التي هي الأسهل لمقاربتها. هذه المجموعات تحاول أن تؤثر على تحليلاتنا، وليس من السهل جدا أن نصل إلى الجهات المانحة أو أن نتمكن من التحدث مع السفارات
وأن نشرك هذه السفارات وهذه الجهات المانحة في النقاش بشأن السياسات، ولماذا ليست السياسات فعلا موضوع نقاش معمق مع الجهات المعنية. علينا أن نكون أكثر جرأة في مشاركتنا، ليس فقط أن نأتي إلى تلك الجهات لمناقشة المشاريع، بل أيضا لمناقشة الأجندات وأيضا فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية. هذا صعب في بعض المساحات وفي بعض السياقات، وفي بعض الأحيان يكون ذلك أسهل. على سبيل المثال في البوسنة ليس لدينا إمكانات أبدا بين منظمات المجتمع المدني للوصول إلى المؤسسات المالية الدولية، يصعب علينا جدا أن نتمكن من التحاور معها والوصول إليها. ولكن هناك سياقات أخرى تمكنت فيها منظمات المجتمع المدني من التحاور مع المؤسسات المالية الدولية مثل مصر. هذا ممكن، ليس مستحيلا. علينا أن نفكر في سبل للنجاح في ذلك. علينا أن نفكر في المنظمات التي تقضي صلاحياتها بمراقبة عمل المؤسسات المالية، مثلا مشروع براتون وودز. ولكن هذه المنظمات لا تركز بصورة أساسية على سياقات النزاعات، لذا علينا أن نفكر في إمكانية الربط ما بين عملها وهذه السياقات. علينا كذلك أن نوضح مبدأ الاقتصاد السياسي النسوي، وذلك يبدو متعقداً ولكنه منطقي جداً. هو فقط بحاجة إلى تفكير منطقي. في بعض الأحيان نفكر أن ذلك يعني أننا سوف نضطر إلى إعداد رسوم بيانية معقدة جدا، ونحن مضطرون إلى مثلا التخطيط لصرف مبالغ طائلة، ولكن ذلك أبسط من ذلك بكثير. نحن ننقل لكم القصة، قصة واقعية من منظور سياسي واقتصادي واجتماعي. نحن لا نضيف مكونات المرأة إلى هذه القصص، بل نبين موقع المرأة في هذه القصص. ثمة شبكة هائلة جدا من النساء اللواتي أصلا يعملن في هذا المجال، وأصلا قد جمعن الكثير من المعلومات والبيانات. لربما نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة لهذا الجهد أو إلى مزيد من التحقيق في الحقائق والمعلومات، ولكننا أصلا نبذل هذا الجهد بالرغم من أن المصاعب الأساسية هي المصاعب التي تواجهها المرأة، وبالرغم من أن المجتمعات النسائية أصلا لديها إمكانية للوصول إلى المنظمات التي تعمل أصلا على معالجة حالات عدم المساواة وحالات الإجحاف والظلم. ليست المسألة معقدة جدا، نحن لسنا بحاجة إلى موارد كبيرة جدا، نحن فقط بحاجة إلى الوصول إلى الميدان وفهم الوضع السائد، وأيضا إيجاد الحيز اللازم سواء كان صغيرا أو كبيرا لممارسة الضغط ولمناصرة هذه القضايا. شكرا لك جدا نلا على هذه المعلومات وعلى الملاحظة الممتازة التي قمت بها بشأن سرد قصة المرأة، وأيضا أنت تعملين بصورة ممتازة جدا مع الجهات المانحة. أعرف أن هناك ممثلات عن الجهات المانحة معنا، وبإمكاننا أن نضيف هذه المكونة، مكونة سرد القصة الواقعية كما هي، على مسامع الجهات المانحة الحكومية والدولية، وخصوصا بالنسبة إلى الجهات التي بإمكانها أن تمارس الضغوط على الدوائر التي تصنع القرارات، سواء كان ذلك في البلدان التي تعيش حاليا نزاعات أو البلدان الخارجة من النزاعات. لن أحاول أن ألخص ما قيل، لأن كل ما قيل فعلا ممتاز جدا وعميق جدا، ولكن هذه الجلسة سوف تكون متاحة على شبكة الإنترنت، وأيضا سوف تكون محفوظة على قناتنا على يوتيوب للذين لم يتمكنوا من متابعتها منذ البداية. هناك أسئلة لربما لم توجه إلى متحدثات محددات، ولكن بإمكاني المتحدثات أن تجيب عن أي سؤال. هناك سؤال من العراق يقول أن هناك أهمية كبرى في إعداد سياسة تؤيد المرأة، وخصوصا المرأة التي عانت في وصولها إلى السوق في العراق. هذا أمر صعب جدا بسبب متطلبات وشروط الدخول، وقد قدم مثال ممتاز على ذلك، مثلا الحاجة إلى وجود كفيل أو راع حكومي عراقي لديه راتب محدد بالدينار العراقي لكي تتمكن المرأة من الوصول إلى السوق. ونحن نعرف في معظم الحالات من هم الأشخاص الذين لديهم مرتبات عالية جدا في مناصب حكومية. هذا يعني أن ذلك يؤدي إلى هيكلية أبوية للسلطة. كذلك هناك نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى الحاجة إلى اعتماد سياسة صارمة جدا لمكافحة التحرش والاستغلال الجنسي، وخصوصا من جانب الذكور من الأقارب وأفراد العائلة.
وكيفية معالجة هذه المشكلة، وخصوصا في ظل حرمان المرأة من مدخولها عندما لا تكون المرأة قادرة على السيطرة على مدخولها وعلى مقدراتها المالية، حيث يكون الأب أو الذكر في العائلة هو الذي يسيطر على المصدر المالي، وكيف أن هذه المشكلة هي أيضا مشكلة معهودة لدى المنظمات الأممية التي تحاول أن تدخل تراخيص رسمية، وقد أصبح ذلك صعبا جدا على المرأة، ويصعب على المرأة أن تصل إلى فرص من هذا النوع. شكرا على هذا المثال وعلى هذا السؤال من العراق. لدينا أيضا أسئلة ثلاث أخرى، لكن لدينا بعض الدقائق المتبقية. إن أراد أي منكم أن يضيف سؤالا أو يطرح سؤالا، هناك طلب بإرسال الرابط الإلكتروني للمعلومات بالنسبة إلى إمدادات السلاح. أظن أن هذا السؤال موجه إلى ريما. هناك رابط في المدونة الإلكترونية الخاصة بي، بإمكانكم أن تجدوا الرابط هناك. سوف نتشاطر هذا الرابط الإلكتروني هنا مع كل الذين تمكنوا أو لم يتمكنوا من الحضور، وأحثكم على الاطلاع على آخر منشوراتنا بشأن أجندة المرأة والسلام والأمن لعام 2020-2021، وخصوصا في مواجهة العسكرة وتجار السلاح. لدينا سؤالان أيضا من صوفيا أنتونالي من أسف جي أن. السؤال الأول هو: ما هو المكان المخصص للمؤسسة الدولية مثل الأمم المتحدة في تطبيق سياسات الاقتصاد النسوي؟ والسؤال الثاني هو: هل من المجدي بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني أن تتواصل مع المؤسسات التي تصر على إحداث نقلة أو تغيير في مقاربتها، أم أنه من الأجدى أن نكتفي بالمنظمات والمؤسسات القائمة؟ أعتقد أن المقصود بهذا السؤال هو المقاربات القائمة على المجتمع المحلي. ليس هذان السؤالان موجهين إلى أي متحدثة محددة، يمكن أن تأتي الإجابة من أي متحدثة. أنا طرح السؤال بشأن الدولة المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وتغيير الهيكلية المتبعة والتركيز على مستوى المجتمعي. قد أجيب عن هذا السؤال ردا على صوفيا. نعرف أن شكوك عدة تحوم حول دور الأمم المتحدة، وإذا ما كان يتطلب تغييرا هيكليا أم إن كانت الأمم المتحدة ستطلع دوما بدور وسيط ربما بين الحكومات وبين الأوساط الشعبية، لكن كما قلنا ما نريده هو أن نسقط النظام الأبوي ورأسمالية ما يمكننا أن نفعله في هذا المسار إذا ما رأينا فرصا سياسية سانحة، لكن ذلك على مستوى الأمم المتحدة ومنظمات مجتمعية أخرى يمكننا أن نحاول ذلك. كما أعتقد أن رابطا يوجد بين المنظمات الشعبوية ومنظمات الأمم المتحدة، ولابد أن نراعي تداعيات التمويل عن المبادرات الشعبوية. لا وجود لفاصل واضح بين الأمرين، لذلك أعتقد أنه لابد من معالجتهما معا. بالنسبة إلى التعليقات الصادرة بشأن العراق هي ممتازة في الواقع، لكن مسألة أخرى لم نتناولها وربما أسأت فهم السؤال الأول هي ما يلي: إن كان الأمر يتعلق بالتمويل الصغري وتشغيل المرأة لتطلع بدون ريادي، لابد أن نكون حذرين في التعاطي مع هذا الموضوع انطلاقا من تجارب أخرى، وحيث ساد نهج نيوليبرالي دعا الناس لأن يكونوا أصحاب أعمالهم الخاصة، لكن لابد من مراعاة مسائل الأمن الوظيفي والتقاعد. فرأينا مثلا أن المرأة في آسيا كانت الأكثر ضررا نتيجة الخطط التي وضعت انطلاقا من النهج الصغري، ولابد أن نكون حذرين في مناطق مثل العراق وغيرها كي لا نعود أو نعيد الكرة، لأن ذلك في نهاية المطاف سيعود بالضرر في الواقع على المرأة بحد ذاتها. هل يمكنني أن أضيف مسألة؟ فما تحدثت عنه ريما ممتاز،
وربما يوجد رابط في بين ما قلته ومسألة العمل مع الأمم المتحدة بالنسبة إلى التمكين الاقتصادي لمشاريع المرأة، هي تحديدا ما يحقق المطلوب. فلذلك نحن بحاجة لنهج نظامي، لا نهج يطبق على أساس كل بلد على حدة. إذا ما أردنا أن نحدد المواضيع المهمة التي تتطلب العمل المشترك مع الأمم المتحدة هي كثيرة، لكن بد وأن أؤكد على مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة، لأنني أشدها نيوليبرالية لحد كبير، تحديدا كما قالت ريما. ففهم التمكين الاقتصادي للمرأة لا يعني تحويلها إلى رائدة أعمال وفقا لصورة نمطية، لا سيما وأننا نعيش في عالم حيث السوق الحر غير متهاون مع أحد، وأن المرأة قد تكون عرضة للمفاعيل السلبية لهذا التحرر في السوق، وتكون المنافسة شرسة. لذلك على مستوى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية وكل جهة يمكنها أن تتواصل مع الأمم المتحدة، لا سيما لطرح قضايا مرتبطة بالمرأة، وهي المرأة التي تكون عادة خلف هذه المشاريع. فلا بد من الانخراط في نقاش لنعرف إن كان هذا هو فعلا أفضل ما يمكننا أن نقدمه لمرأة خارجة من أوضاع النساء. أود فقط أن أضيف مسألتين على ما قالته المتحدثتان للتو. نعم، التمكين الاقتصادي للمرأة هام، لا من خلال دعوة المرأة لتكون رائدة أعمال، بل من لمراعاة دور المرأة من منطلق سياق اليمن، وكذلك الحقوق التي تقوض قدرة المرأة على امتلاك ما يمكنها أن تمتلكه، وكذلك مساهمة المرأة على مستوى سلسلة القيمة والقطاع الزراعي والقيمة التي تساهم فيها وما التي تحصله لقاء ذلك، ولكن كذلك الحقوق القانونية، إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم، وكل ما يمكنها أن يدفع أو أن يدعم المرأة على المستوى الاقتصادي بدل أن ندفعها فقط لتعمل كرائدة أعمال فحسب. مسألة أخرى بالنسبة للأمم المتحدة، وبناء على تجربتي في اليمن، واقع الحال هو أن المجتمع الدولي بصورة عامة عندما يقوم بدعم المرأة والمنظمات المحلية، فهذا المجتمع الدولي في الكثير من الأوقات يميل إلى فرض معايير صعبة وصارمة لا تلبيها المنظمات النسائية، وتكون حكرا على مشاريع ذكورية بميزانيات عالية ربما مقترنة بأنظمة أو علاقات عشائرية قوية، أو قد تتطلب أمور أخرى تراعي المرأة كضحية ولا يعود الأمر بالنفي على المرأة بأي حال من الأحوال. شكرا، شكرا جزيلا على هذه الإجابات، هذه التعليقات الممتازة والتي تحاكي ما نواجهه في حياتنا اليومية وفي عملنا اليومي. أعتقد أننا قد استنفدنا الأسئلة المطروحة، وهذا ممتاز لا بل مثالي، فلقد احترمنا الوقت بصورة كاملة. أردت فقط أن أنتهز هذه الفرصة لأنكن شاركتمونا تجاربكن وخبراتكن وكذلك الكثير من الأفكار القيمة. أود كذلك أن أشكر كل الذين حضروا هذا الاجتماع وجعلوا النقاش مثيرا للاهتمام وخصصوا لنا الوقت المطلوب. سنقوم بتوزيع مسح سريع على الحاضرين وغير الحاضرين لنرى ما رأيكم وكيف عسانا نتوجه من هنا، كيف نتقدم. فإسهاماتكم ستكون قيمة، أي أفكار قد تقدموها لنا بصورة عامة أو خاصة ستكون قيمة. لا ندعي أننا سنلبي كل الطلبات، لكننا سنبذل قصارى الجهد. إذن الاستفتاء موجود هنا في خانة الدردشة، يمكنكم أن تردوا بإرساله كذلك عبر البريد الإلكتروني. شكرا لكم جميعا، وشكرا للمتحدثات، وطاب مساءكم.